بالإمتاع والإقناع أداء ونتيجة افتك أبناء الثورة لقب كأس الجزائر لفئة أقل من 21 سنة بعدما فازوا على أمل بوسعادة برباعية كاملة. خدمنا بزاف هاد لا سيزون، ربي ما خيبناش اليوم، نتمنى ان شاء الله ما تكونش تالية شباب الثورة. هذاك اللي كان لعبنا مواتش هما وين كانوا احسن منا شوية، تغلبوا علينا باربع اهداف، هذاك اللي كان العقوبة العام الجاي ان شاء الله وربي يوفق. المباراة كانت ممتعة وشيقة، تفنن فيها الشبال محمد بالحفيان امام فريق كان منظما وقدم مردودا لا بأس به في المرحلة الاولى، إلا أن قوة الثورة ترجمت في هذه المرحلة بهدف وحيد أمضاه بالطرش أسامة في الدقيقة 41. الآلة الهجومية للشبيبة وصلت عملها في المرحلة الثانية، وبعمل فردي رائع يسجل بالطرش الهدف الثاني والثنائي له في المباراة. اندفاع أمل بوسعادة نحو الهجوم بغية تقليص النتيجة على الأقل كلف الفريق هدفا ثالثا بعد هجمة خاطفة أنهاها بالمختار بوضع الكرة شباك البوسعاديين. وفي الوقت البدل الضائع بالمختار يسير في نهج زميله بلطرش ويمضي الثنائي له والرابع للشبيبة التي أكدت أنها تملك فريقا رائعا يدعم به الأكابر في القريب العاجل. وحنا نظن من 2008 درنا مشروع تاع التكوين والأهداف تاعو اليوم راهي كاين ثمار الحمد لله، يعني إن شاء الله دائما ندعموا الفريق الأول، وكما قلت وصرحت إن شاء الله ندفع ندعموا الفريق الوطني من أبناء وخيرة أبناء الجنوب إن شاء الله.